تطوير التعليم مش بس في مرحلة الثانوية العامة، لكن كمان في الجامعات، وخاصة طبعا الدولة دلوقتي بتهتم انها بتنشئ كليات جديدة وتخصصات جديدة تتوافق مع سوق العمل وطبعا التعليم في دول العالم، زي كلية الذكاء الاصطناعي اللي في الحقيقة احنا عندنا طلاب في جامعات في دول زي بريطانيا، طلاب مصريين حققوا نجاحات كبيره جدا في مجال الذكاء الاصطناعي هم لسه في الجامعه. وطبعا كليه زي علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء وكليه علوم الارض وتخصصات كتيره جدا مهمه. يستعد طلاب الثانويه العامه خلال الفتره الحاليه لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تستقبلهم مع بدايه العام الدراسي الجديد، وقد تغيرت خارطه الكليات والمعاهد في السنوات الماضيه بعد افتتاح تخصصات جديده في الجامعات الحكوميه وافتتاح جامعات جديده تتوافق الدراسه فيها مع احتياجات سوق العمل. من اوائل تلك الكليات والتخصصات المستحدثه كليه الذكاء الاصطناعي، وهي أول كلية بالشرق الأوسط ترتكز على علوم الذكاء الاصطناعي والتخصص به، بالإضافة إلى المقررات التكنولوجية والعلمية في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم، وقد تم تطويرها بإدخال عدد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة. وتعتبر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء. وتضم القائمة أيضاً كلية صناعة السكر في أسيوط، وتعد كلية تكنولوجيا صناعة السكر هي الأولى من نوعها في هذا التخصص على مستوى جامعات مصر والشرق الأوسط، وضمن 4 معاهد فقط متخصصة في ذلك المجال على مستوى العالم. ويتم منح درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية للدارسين من الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي العلمي علوم ورياضة بعد دراسة 4 سنوات. وتأتي كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بأسوان من تلك الكليات، حيث سعت جامعة أسوان لمواكبة التقدم العلمي في قطاع الثروة السمكية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، فاستحدثت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك. كلية علوم الأرض ببني سويف تم تأسيسها في العام الدراسي 2016-2017، وتعتبر من الكليات المتفردة نظراً لعدم وجود مثيل لها في الشرق الأوسط سوى بالمملكة العربية السعودية، وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض، ويصل عدد الدارسين بالفرق الثلاث إلى 300 طالب وطالبة.